يعني الى فعلا الى مستوى الانساني. لقطة احتساب ركلة الجزاء على نادي الشرطة وهي احتكاك بين فيصل جاسم وساديو ماني، اذا نشوفها والتعليق لضيوف كورة هذا المساء. كابتن رحيم، يعني اعتقد حتى يعني من لاحظ انه ممكن انه احنا اذا نقول القدم اليسرى لكابتن لفيصل كانت على قدم ماني قليل جدا، لكن ذهاب يعني استمراريه هذه من قبل حكم المباراه دليل على انه هو قريب جدا، مثل ما ذكر كابتن محمد انه استمراريه المباراه دلاله انه ماكو هناك اعثار متعمد، ومن ذهب للفار ذهب بلحظات قليله جدا. يعني احنا نلاحظ الدوريات الاوروبيه احيانا تاخذ اكثر من دقيقه يركز وينظر، لان هذا قرار مو هين. بعدها صارت نفس الحركه مع ماني مع احمد مدافع اليسار نفس الشيء، وايضا راح للفار وما احتسب ضربه جزاء ومشابهه جدا لحركه، واعتقد يعني كان تسرع بضربه الجزاء من قبل الحكم. بس ملاحظتك بلمسه اليد لو اصلا الاعثار مو جزاء هو اصلا. شوف الحكم انت لا تلاحظ هسه لا تعيد الحاله الاولى من بدايه الكره، الحكم كان قريب جدا يعني بمسافه قريبه جدا للاعبين. المفترض بالفار يعيد بدايه الهجمه، يعني مو يعيد الحاله اللي صار بيها مثلا هسه يشك بيها اعتار، المفترض من بدايه الهجمه. انت شوف بدايه الهجمه مست الكره يد ماني، هذه اول حاله. استمراريه الكره هو مو هجمه واحده، يعني هو مو مثلا يريد يشوت على الهدف واعثره او كذا، حاله مشتركه على الكره فيما بينهم، والحكم كان قريب جدا وامر باستمرار المباراه. أنا قلت لك يعني أول حكم كان جيد، لكن هذا خطأ كان يعني ويكفي فخر الشرطة اليوم، يعني هو خسر بهذا الركلة أنا أعتقد ما كانت محقة، بدليل شوف بالدقائق الأخيرة أكو حالة حثت مع أحمد يحيى تقريب نفس الحالة، لأن هو من قاعد يركض أيضا ماني أمامه واللاعب يركض، يعني وين يودي رجليه؟ لما يركض لازم يصير اشتباك فيما بين الأرجل. المهم أنت ما اثرته، ما قصد للاعثار. لما رجع للفار مشاها نفس الحاله. زين، فنيا استحق النصر الفوز في هذه المباراه بعيدا عن ركله الجزاء؟ لا اكيد، يعني على المستوى اللي قدمه النصر كان هو المسيطر على المباراه، وجدت عده فرص، احنا لاحظنا الشوط الاول يعني عده فرص سهله، لذلك يعني نقول النصر استحق الفوز لكن مو بضربه الجزاء، كان ممكن لو مسجل هدف بلعب طبيعي، لكنه بضربه الجزاء بدات شويه تقل مثلا اهميه فوز النصر على نادي الشرطه، لانه لكن اثناء المباراه فريق النصر كان هو المسيطر طيله المباراه. الاهم انه الشرطه غير الصوره النمطيه لدى جمهورنا والخوف او الخشيه من المشاركه في البطوله العربيه او الاسيويه. وهذا المكسب الاكبر. كنا خايفين من نتائج كارثيه. هذا المكسب الاكبر. انا اعتقد المكسب الكبير. الان انت لاحظ انت مو فقط يعني الان هذا الدفقه اللي اجت من مشاركه نادي الشرطه، دفقه للاعب طبعا العراقي، المدرب العراقي، لان حقيقه هسه انت البعض يقول لك هسه انت راح تظل على هالنغمه، لا نعم على هالنغمه، انت لاحظ خلال المباريات هسه نادي الشرطه يعني المكتسبات اللي تحقق، شوف التغيير اللي حصل حتى بهذه المواقع الان بدأوا كثير من الناس اللي ركبوا الموجة بدأ يتنصل لما نشاهد الآن نادي الشرطة وبدأ تغير.